هي أكلة يعني؟ فعل. شنو هي أكلة؟ مونجي. ما قلتلكش قولي عليها بالفرونسي، خليتها نوصلو الدرس ديال الفرونسي ديال اللحظة، الله يرضي عليك. هو تياكل. بدي ديري لي دروك الفكاهة هنا في وسط القراءة. كلا علي التفاحة، وبش الحاجة غنقولو ليها؟ اتشعلت التفاح. عاودت؟ اتشعلت التفاح. دونك إلا بينا نقولو هذيك الجملة بالشلحة؟ اتشعلت التفاح. متتبعين ديالي العزاز، كي جيتكم في القراية؟ هذه كلها اييه العملي. العملي حسن جدا. شوفي فيها العمل، هل هو اسم او فعل؟ اسم. حسن جدا، برافو عليك. ديروا جيم وديروا لايك وفعلوا الاشتراك وما تنسوش شي تعاليق زوينين. شكرا لكم المتتبعين ديالي الاعزاز. السلام عليكم المتتبعين ديالي الاعزاز، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. دائما حنايا في درس الاسماء والافعال. نعم حفصة، دائما نحن في درس الافعال والاسماء، هذا هو عنوان الدرس ياك. انا كتبت لك حفصة جملتان، هاد الجملتان على شكل كلمات، قرينا الكلمات وقلنا ماذا قلنا على الكلمات؟ انها الكلمات تكون من حروف. وقلنا بان الكلمات يقدر تكون اسماء ولا افعال. اذا كتبنا دروك احنا واحد جوج جمل متفرقه على شكل كلمات ياك. اشنو بغيت منك اليوم هو انك تحاولي تقراي هذوك الكلمات، وملي تقراي الكلمه تقول لي واش هي فعل او اسم. الدرس ديال اليوم بحال الامتحان، على شكل امتحان، ولكن هو درس صافي. نعم. غادي تجي لي لهاد الكلمه الاولى وغادي تقرايها لي. اجي هنا قرا لي هاد الكلمه، الله يرضي عليك. اجي البطله، يلا برافو عليك، قرا لي هاد الكلمه. ا حسن جدا. ك نعم. لا اذا جمعي أكلة. اكله. شوفي فيها مزيان اكله. هاد الكلمه واش اسم ولا فعل؟ فعل. باش عرفتيه فعل؟ عرفتو. ما عمرك سمعتي شي واحد شي سميه سميتها اكله؟ لا. شي سميه ديال شي دري ولا شي ديال شي حاجه ما عمرك سمعتي؟ لا. أه؟ لا. هي اكله يعني؟ فعل. اشنو هي اكله؟ مونجي. ما قلتلكش قولي عليها بالفرونسي، خليتها نوصلو الدرس ديال الفرونسي ديال اللحظه، الله يرضي عليك. هو تياكل. بدي ديري لي دروك الفكاهه هنا في وسط القراءه. حنا غادي نكونوا جديين في الدرس. هي تناكلو يعني كنديروا شي حاجه، حيت من الفعل ديما راه كدير شي حاجه، فهمتيني؟ هي تتاكل. تتاكل يعني كدير شي حاجه. اذا اكل فعل. حسن جدا. الكلمه الثانيه للحفصه اللي مكتوبه بالاحمر، الثانيه هذيك. نعم قراها هاكو. ع. نعم. لا. لا. لي. لي. نعم. علي. فين هي؟ الحرف الثالث، فين هو؟ نعم راه علي، وقت ملي راه كاينه واحد الحرف اخر اللور. هذاك. هذاك. علي. فين هي الضمات؟ حسن جدا. إذا الكلمة الثانية هي، شوفي فيها مزيان، دوري عندي. الكلمة الثانية هي قوليها. علي. 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 واش كنديروا شي حاجة هو علي؟ لا. اش كيكون هذا علي فعل ولا اسم؟ اسم. اسم. باش عرفتيه؟ عرفتو. حيت ماشي شي حاجة كنديروها. إذا علي اسم. حسن جدا. الله يعلم قمنا. يا ربي امين، يا ربي امين. ودي اللحظة زيدي الكلمة الثالثة في الجملة الأولى، قريها ليا، قراها البطلة. الحرف الأولاني ولكن نبداو الكلمة من الوسط. فين هي البداية ديال الكلمة؟ ها زيد. تو. نعم حسن جدا. حاولي تسرعي شوية. شنو هذاك الحرف؟ اشنو هو الحرف؟ ها؟ أه؟
والالف فا. نعم تفا. زيد الحرف الثالث حا. نعم والحرف الاخير تان. اها تان. حسن جدا. تفاحة. تفاحة. ما معنى تفاحة؟ تفاحة. شكون ما قلت لكش دروكا شنو الجملة كلها، قلت لك غير ما معنى تفاحة؟ شنو هي تفاحة؟ جوج تفاحات. ولا ماشي تفاحتان، لا تفاحة بحال قلتي تن. شنو هي التفاحة؟ هي تفاحة. تفاحة هي التفاحة. اش تتكون؟ واش اسم أو فعل؟ فعل. علاه كنديرو التفاح. هي اسم. باش عرفتيها؟ هي اسم. اسم ديال اش؟ هي اسم ديال التفاحة. اسم ديال الفاكهة. اه. إذا ماشي فعل. اه. وعلاش قلتي فعل؟ غلط. اش؟ غلط. واش إلا كتهضري شوفي فيا باش نعرف. اش؟ غير غلطي. اه. هاكي يعني راه بغيت نعرف واش كديري الفرق بين الاسم والفعل. داكشي علاش قلت لك تفاحتان. ماشي تفاحتان، ماشي جوج، غير جات في الشكل تن. اه. اما راه حيت الشكل هو اللي خلاها تولي بحال جوج، ولكن راه ماشي جوج غير وحده تفاحتان. اذا قري الجمله كلها. هذا اشنو دار لهاديك؟ شوفي فيا وهضري معايا، راه نبغي نشوف كي لا كتهضري. كلا عليا تفاحه. قولها لي بالدارجه. كلا عليا تفاحه. بالدارجه ماشي بالعربيه الفصحى. اكل عليا تفاحه. هذه العربيه الفصحى. اكل عليا تفاحه. ولكن الا غادي تقوليها بالدارجه كلا علي تفاحه. كلا علي تفاحه. وبش الحاجة غنقولوا ليها؟ اتشعلت التفاح. عاودت؟ اتشعلت التفاح. دونك إلا بينا نقولوا هذيك الجملة بالشلحة؟ اتشعلت التفاح. اتشعلت التفاح. إلا بينا نقولها بالفرنسي؟ مالك؟ صعيبة. صعيبة والو. مونجي ألي. نو، دنسبقوا الاسم. ماشي مشكل حتى نوصلوا للفرنسيه. الجمله الثانيه هنا خا. نعم را. نعم جا. شنو هذيك الكلمه؟ جمعيها. خرج. هاد كلمه خرج اش كتكون؟ خرج. لا اش تتكون؟ واش اسم ولا فعل؟ فعل. فعل يعني شي حاجه كنديروها. اه. درنا الخروج مشينا خرجنا، ماشي شي واحد سميتو الخروج. لا. هاكوك اذا فعل. اه. حسن جدا. الكلمه الثانيه حسن جدا، حاولي تقريها بالزربه شويه. اه هو هذاك. زيد. نعم حا. نعم ما. حسن جدا. دن. اها يعني جمعها محمد. شوفي فيا اش كتكون محمد؟ اسم. حسن جدا ماشي فعل. اه. حسن جدا. الاخرى الكلمه الثالثه تتكون من جوج حروف. مي. نعم دغيا هو هذا. قولي نا. هاكك مينا. مينا. خليها هاكك ما غاديش نهضر لك على هذا الشكل ديال الكلمات حتى من بعد. مينا. قري الكلمه الاخيره. اذا خرج محمد مينا. قال قري الكلمه الاخيره باش تقول لي واش اسم ولا فعل. اللي مكتوبه بالاحمر هذيك. حسن جدا. حاولي تسرعي شويه الله يرضي عليك، وكحتي شويه اللي هي على الظل.
هاكاك مزيان حسن جدا. نعم وادك حسن جدا. نعم برافو عليك. زيد ما حسن جدا. على الحركة حدا يدك يدك زيد لي شنو هي؟ خرج محمد من العمل. هذه الكلمة الأخرى اسميتها هذيك اللي مكتوبة بالحمر اللي قريتي دروكا. خرج محمد. لا هذيك راه جملة كلها. هذيك الكلمة اللي حدا صبعك ديك الكلمة الأخرى هذي كلها. العملي. العملي حسن جدا. شوفي فيا العمل هل هو اسم أو فعل؟ اسم. حسن جدا برافو عليك. العمل حيت عمل والفعل ديالو راه عنده الفعل ديالو إلا بغينا نحولوه للفعل ولكن ما غاديش تعال نقراو هذا الدرس حنقولها لك غير من أجل أسميتو المعرفة فقط. العمل اسم والفعل ديالو هو يعمل. ملي غادي نقول أنا أعمل كذا وكذا ولا يعمل كذا وكذا راه فعل يعمل عمل ولكن العمل اسم. حسن جدا برافو عليك. ديروا جيم وديروا لايك وفعلوا الاشتراك وما تنسوش تعاليق زوينين. شكرا لكم المتتبعين ديالي الاعزاز. انتظروني في انتظروا قبل ما ننتظروا في فيديو جديد سولي المتتبعين ديالك قول لهم كي جيتكم في القرايه. المتتبعين ديالي الاعزاز كي جيتكم في القرايه وجاوبوني واش تنتطوروا ولا لا. الله يعاونكم. هابي زيد ديالكم.